السلام عليكم. في البداية برحب بكم كلكم. النهاردة هنتكلم في موضوع الحلقة دي عن فيتامين مهم جدا، والفيتامين ده وجدوا ان هو من اهم الفيتامينات اللي حضرتك لازما تاخدها. الفيتامين ده وجدوا ان هو ليه مستقبلات في جميع خلايا الجسم. هنتكلم النهاردة عن فيتامين دال. فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جدا اللي حضرتك نتيجة تعرض جسمك ده للشمس بتتحول مادة الكوليكالسيفرول الى فيتامين دال. ايه بقى الاهمية العلمية لفيتامين دال؟ فيتامين دال يا جماعة مهم جدا في امتصاص الكالسيوم اللي بيعمل على نمو والحفاظ على سلامة العظام، ويمنع ان العظام تكون ليلة او فيها هشاشة. طيب ايه فايدة برضو فيتامين دال؟ فيتامين دال وجدوا ان هو ليه مستقبلات على الخلايا المناعية، يعني هو ليه دور مهم جدا جدا في تنظيم وظيفة الخلايا المناعية، فبالتالي ليه اهمية مناعية. طيب في نقطة برضو مهمة وجدوها، يعني فريق بحث من العلماء الاطريين عملوا بحث على فيتامين دال، وجدوا ان هو ليه علاقة قوية جدا بوجود او علو نسبة التستوستيرون عند الرجال. بمعنى وجدوا ان المستويات المنخفضة من التستوستيرون في الجسم وجدوها ان هي مرتبطة ارتباط وثيق بنقص فيتامين دال، والعكس برضو صحيح، ان وجدوا ان نسبة التستوستيرون المهمة جدا للرجال، تمام، وجدوا ان هي بتكون عالية مع وجود نسبة الفيتامين دال لما بتكون كويسة ومظبوطة في الجسم. فاذا هو ليه وظائف كتير جدا جدا جدا. طيب موجود في شكل اقراص طبعا وحقن زي ديفارول اس، تمام، ديفارول اس يا جماعة 2000 بقوة 200,000 انترناشنال يونت، 200,000 وحدة دولية من فيتامين دال. طبعا الحقن دي بتتاخد مرة كل شهر، بس في حاجة مهمة جدا يا جماعة، لازما ترجع للطبيب قبل ما تاخدها، لان طبعا الحقن دي لازما يتعمل لها اختبار حساسية اول ما بتاخدها اول مرة. دي بتتاخد مرة كل شهر. فده كان موضوع الفيديو النهاردة عن اهم فيتامين او من اهم الفيتامينات اللي حضرتك لازما تاخدها وبتحمي جسمك من امراض كتير جدا. فياريت اكون فدتكم بحاجة، وده كان موضوع الفيديو النهاردة. السلام عليكم.